لم يسلم سائقو المركبات العاملة على التطبيقات الذكية من الأثار التي فرضتها جائحة كورونا، فلا تزال أقساط مركباتهم تطلب منهم نهاية كل شهر بعد انخفاض الدخل بشكل كبير بسبب القيود المفروضة بفعل الجائحة. تقريبا ربع أو ثلث شغلنا رايح للشركة اللي بتجيب لنا الطلب. والمطلب الثاني سيدي، إحنا عندنا الأمان الوظيفي، إحنا بطلنا نحس بالأمان الوظيفي، يعني الواحد بيطلع على الدوام ويحكي يا رب ويشتغل، ما بشوف حاله إلا مبلك من أي شكوى اللي بتصير من حواليه. نطلب من المسؤولين أنهم يقفوا إلى جانبنا كمواطنين متعثرين، جميعنا هنا متعثرين، الكل عليه أقساط، الكل عليه التزامات، الكل، وفي ظل هذه الجائحة زادت هذه الأعباء. هيئة تنظيم قطاع النقل البري التقت ممثلي سائقي المركبات العاملة على تطبيقات النقل الذكية وممثلي الشركات المشغلة لدراسة مطالب جميع الأطراف وبحثها بما ينصف الجميع وحل الإشكالات التي تواجههم، وخاصة في ظل تداعيات أزمة فيروس كورونا. اجتمعت بكافة الشركات المرخصة في هذه الأنماط، أبديت كثير من الملاحظات اللي إخواني بالتطبيقات الذكية الكباتن تقدموا إلي فيها. رح نوصل لاتفاق مع هذه الشركات. تم الطلب من الشركات بالذات التي لديها مشكلة كبيرة بموضوع التبليك أو موضوع حجب الخدمة لهؤلاء الكباتن، ببينوا للهيئة الأسباب اللي كانت وراء حجب الخدمة. ارتفاع نسبة العمولة وحظر الخدمة تعسفيا وتراكم المبالغ المالية وإلغاء التصاريح من قبل مشغلي التطبيقات الذكية زعزعة من مفهوم الأمان الوظيفي لدى السائقين. قيود ثقيلة فرضتها جائحة كورونا على 14,000 سائق مركبة تعمل على تطبيقات النقل الذكية حدت من عملهم، وسط مطالبات بتخفيف الشروط المفروضة عليهم من رسوم واقتطاعات مالية ووقف عن العمل. حمزة نهار، المملكة، عمان.